هو تكوين يهدف إلى تطوير وتنمية القدرات في مجال التربية الإعلامية وكيفية محاربة الأخبار الزائفة، تكوين تتبناه مؤسسة المستقبل للأورش والتنمية من خلال مبادرة صدى في نسختها الثانية. احنا جد سعداء اليوم أننا نكون هنا في مدينة وجدة في أول محطة تدريبية عندنا في برنامج صدى، اللي هو برنامج كيهدف إلى محاربة الأخبار الزائفة في المغرب وتكوين جيل من الشباب والشابات اللي ممكن أنهم يساهموا في تكوين المحيط ديالهم وأنهم يقويوا القدرات ديالنا ساخرين باش يوليو عندنا مستهلك واعي ومنتج واعي للإعلام والمعلومات. عندنا أربعة ديال المحاور أساسية: المحور التقني اللي كيهم كل ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الأمن الرقمي، يكون عندنا محور قانوني اللي كنتحدثوا فيه على المعطيات وعلى الأخبار الزائفة وكيفاش ممكن نحاربها وشنو كيقول القانون فيها. عندنا كذلك محور نفسي اللي كنتحدثوا فيه على الإدمان، على الإدمان الرقمي بدرجة أولى، وكذلك على الإشكالية ديال 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 التحرش والإشكالية ديال التنمر داخل الفضاء الرقمي. وعندنا اخر محور الاساسي اللي غنعتمدوا عليه في تدريب المدربين اللي هو المهارات اللينه وكيفاش ممكن المشاركين اللي معنا ان شاء الله من وجده حتى هما يدربوا ناس اخرين. دونك الهدف ديال الدوره التكوينيه هو اننا نبينوا واحد من بزاف من الاخطار اللي يمكن انهم يلقاونا احنا كمستخدمين عاديين، وشنو هما الحوايج اللي خاصنا نردو منهم البال، شنو هما الحوايج اللي خاصنا نتعلموهم، شنو هما الحوايج اللي خاصنا نكون عارفينهم قبل ما ندخلوا الانترنت. ورشات وتدريب تمتد لاربعه اشهر بشراكه مع دار امريكا بالدار البيضاء، ويستهدف هذا البرنامج مجموعه تضم شبابا ناشطين وفاعلين مدنيين على مستوى جهه الشرق. مبادره زوينه، اول مره تكون في هذه الجهه ديال الشرق. اللي استفدنا منها كيفاش اننا نحميو راسنا وكيفاش نحميو حياتنا في الانترنت بصفه عامه. ديجا تعلمنا زعما بزاف ديال الحوايج اللي هما مهمين. بالنسبه للتجربه ديالي مع منتدى ديال صدى، لاول مره كنشارك بحال هاد الانشطه، واللي هي واحد النشاط اللي هادف واللي عنده واحد الاهميه كبيره، لانه كنتعلموا منه كيفاش نحميو الانفس ديالنا وكيفاش نحميو الخصوصيه ديالنا خاصه مع مواقع التواصل الاجتماعي. ان التطور التكنولوجي الذي يشهده عالم الرقمنه يجعل من هذه الدورات التكوينيه امرا مهما، ويعتبر تزويد الشباب بالبرامج والمهارات من ابرز الاهداف التي تراهن عليها مؤسسه المستقبل.